سامي جون سامي جون غاش خريرا في جون سامي جون سامي جون غاش خريرا في جون سامي جون سامي جون غاش خريرا في جون المتقشفون نرحب بكم في السطح تاعنا من سطح جورنال قسطور. انا نحاولوا نتصلوا بالاخوه في عين صالح اللي راهم دايرين مظاهرات على الغاز الصخري. احنا نقول لهم رانا معاكم ولاكوز تاعكم صحيحه وما تفشلوش ونساندوكم. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. وكيف حال يا أم الحنون؟ إنها في مكة المكرمة. أين توفيت؟ وارحمها والله. تفضل يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 صحيتو الشيخ باهر والشيخ ماهر تاع لجنة الأهلة تاع رمضان. واش تديروا؟ توحشناكم على بالك. واش تديروا في السطح؟ عليكم. يعني في الحقيقة نحن هنا من أجل تناول وجبة السحور معكم في هذا السطح المبارك في هذه الليلة المباركة. واش دخل السحور الشيخ؟ صافي بليزير سماركم تصوموا. شوف 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 كيفاه كبار ويصوموا. والله غنستعرض بكم الشيخ. في الحقيقة أنا لم أصم منذ عام 84 لأنني مصاب بداء السكري. وأتينا إلى هذا المجمع المبارك لنعلن عن ليلة القدر. يا ودي يا شيخ واش دخل ليلة القدر؟ ما فهمتش. يا سيدنا رمضان جا. على ما قلتليش عليه؟ والله غير عيب عليك. انت جام ما ديرش خير. انت واش بيك واش بيك واش كاين؟ جاو هذوك تاع الاهل هذوك جاو جا رمضان وانت ما قلتليش. جا رمضان واش راك تخلطتها؟ واش دخل هذه في هذه؟ اسكت اسكت اسكت. نروح ندوش. السلام عليكم. نروح ندوش. بركة يا عمي. بالحقيقة نحن تعودنا على مشاهدة جنان القسطو وهذا العام هو في قناة اليوتيوب. فبعد أن رأيناه اجتمعت لجنة الأهلة وقررت على بداية شهر رمضان. صح صح. سمعتوا ما نهيتوا ناحيتوا الحلال وناحيتوا الهلال وجبتونا احنا في بلاصتو. صح. اسمعوا لي شيخ ما تكوبوش. كان اتصال مباشر عندنا من عين صالح في تيار ونعاودوا نوليو نشوفوا الصور. سامي جون سامي جون غاس صخري رافي جون 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 اوجي احنا ولاد الجزائر وسي با لابان من هذيك الهضره تاع الايادي الاجنبيه واللي عينه يجرب الغاز الصخري يجربه في الشمال. سامي جون سامي جون غاس صخري رافي جون. يا قوم لقد اتانا انكاش لقد اتانا انكاش. السلام عليكم. انا نكاز راني معكم. ايام نقول لكم صحيتوا ولاد بلادي. كملوا انا نكاز راني معكم وكملوا المطالب اللي غادي تهضروا عليها. سامي جون سامي جون غاش خير في جون سامي جون سامي جون. انا كاز انا كاز جات لابوليس. انا كاز ما تخافوش ولاد بلادي. انا كاز راني معكم هنايا. انتم اقعدوا هنايا الامن غادي غير يحميكم. انا نلحق هنا نطفي الموتور تاع الكاتكا تاعي ايام ونولي. الحمد لله الحمد لله الوضع راهو امن كما راكم تشوفوا والامن راه معاهم باش يحميهم. وعلى كل حال عندهم الحق في المطالب ولا لا لا استاذ؟ عندهم الحق. اللي يحب سيدي يحوس على الغاز الصخري يحوس عليه في الشمال خاصه في المراديه. ولا واش قال الاساتذه؟ في الحقيقه نحن لا نتكلم في السياسه وانما نقول ان كل ما تقوم به الدوله هو حلال. صح شيخ. بصح ما جاوبتنيش على السؤال. صح كي جابكم جيتوا هنا جابكم ربي يسقسيكم. كاين في الموضوع تاع لا ديال يعني عدل كاين اللي راهم يقولوا حلال كاين راهم يقولوا حرام. انتم واش رايكم في الموضوع؟ في الحقيقة اتصلت بي بنية صغيرة في عمرها 12 عاما من الطليطلة فلم افهمها ولم اجبها. يا ودي سو جاوبني يا شيخ جاوبني. راكم قاعد تفتيوا على بالك حماده اش راه يفتي شمس راه يفتي. على بالك الشيخ باش تفتي لازم علم كبير لازم لازم فقه لازم راهي مسؤوليه كبيره هذه ولا لا شيخ؟ اقول لك شيئا ما تقوم به الدوله فهو حلال ونحن لا نتكلم في السياسه بتاتا. صح ما لسنا ما تروحوش عندنا صور. نعم نعم صور من عين صالح ونعاودوا نوليو مباشره. اي اشيدي اجي الساعه هما قابي بالهرباء. اي يا شيخ مشبع وانا نحوس على النظارات تاعي ما على باليش فين مشاو. ها النظارات نتاعك احكم جربوك جاو لعندي. اي شوف درا يا قوم لقد عجن كاش لقد عجن كاش. ولاد بلادي
انا شخت نقول لكم قال لكم مليح كي تدوا الهراوان هكذا باش تكون في سبيل الديمقراطيه. راه انا كاش راه كي كنا نجيو الزق انت يا هربت هيا روح سامي جون سامي جون غاش خريرا في جون سامي جون سامي جون غاش خريرا في جون. علاه 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 ياك قلنا لكم بلي العنف ما يحلش المشاكل علاه تضربوا فيهم علاه ولا لا هيا قولوا لما للاساتذه الدوله كي تضرب الشعب حرام ولا حلال؟ في الحقيقه سمعت منذ قليل انه قد اذن اذان المغرب في مدينه الخرطوم وما جاورها فهيا بنا يا شيخ نصلي في الخرطوم. اي بسم الله تعال هات يدك تعال من هنا. اي وما جاوبتولاش يا شيخ حلال ولا حرام كي يضرب شي دوله الشعب راكم رايحين وين؟ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب من هنا تعال تعال من عند المرأة حلال عليهم وحرام علينا دن دن وانا أعود كسرتونا قاع 16 ثمينة وأخبار الخارج. في الأخبار الدولية وفي شمال نيجيريا القوات الشادية ما زالها تقصف في معاقل بوكو حرام. بوكو حرام اللي بدأت تضعف وباش تعاود تبان أعلنت مبايعتها لداعش. وكاين واحد الناس يقولوا باللي داعش بعتت البوكو حرام مختصين في الدعاية والحرب. با با هذو مهابل هذو تاع بوكو حرام ولا بالك با الجهل الجهل يا لطيف بصح عجبتيني كي ما هضرتيش على هذوك اللي بضري تهضر عليهم وانت شكون قال لك باش راح نهضر عليهم الجنرال سكتي انت لازم لك بوكو حرام انت انا ما قدرتلكش اسكت والو ولا وافر يا خلونا من الارهاب هذا غير الارهاب لا من الارهاب الجمهور الكريم من شمال نيجيريا مباشرة معنا أبو بكر شيكو رئيس الجمعية الخيرية لبوكو حرام لدير جميع الخير. ألور حبيبنا أبو بكر شيكو يعني أنتم يعني إرهابيين لايباك ما شاء الله عليكم يعني سمعنا بلي تشادرة درت فيكم حالة نحلو نحلو إرهابيين بوكو حرام نقتل بوكو سنحرحركم نحن سنقتلكم وهذو تاع تشاد سنقتلهم. صاي صاي خطك على صافي هاي حبس علينا لا بومبار خويا تيكو بوكو بوكو تيكو سمعنا بلي انت راكم ضعاف يعني ضعفوكم هذو تاع تشاد لهذا راكم بيعتوا جماعه تاع داعش يعني نحن لا نضعف بوكو نحن قويين بوكو وتاع تشاد ولو هاي حبس لنا العصافير سمحوا لنا يا حبس علينا قلنا واش العلاقة اللي بيناتكم وبين داعش يعني داعش لأننا نحن نقتل بوكو وهما يقتلوا بوكو لذلك اتحدنا وبعثوا لنا جماعة يدربوننا بوكو. الله يبارك شكون بعث لكم شكون بعث لكم مدرب هذا المدرب هذا بالله والله عرفوا حمار هذا يسميوه حمار على الكثبان هذا ما يعرف يتيري ما يشوف ملعمة ولو سكت هذا أسكت. مدرب قدير يعرف بوكو درب يا مدرب وكن دربكم كيف تيريو بالله قلت براكت أحبس 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 أي أبي مش بك أنت ما تشوف ما ولو أيا قلنا صحاب بالحول علاش جيت لهنا يا أيا صح صح هذاك بالعور البغدادي دي كلش ليهم سورتو نسلم ليه يديهم وكل يعطيوك غير مش مليح بصح هذو عنده هذو اللي انا بوكو حرام هذو يمدوا لك نسلم ليه شاف 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 الله يبارك لا هذه لي ديتونا وكل المليح وكل ديتهم انتم انت تفهم بوكو بويو خشواني بوكو ايش فعلك بس بعثتي لي لفوتو هذاك النهار كبسو ما كاش قعد ما نعرفش قاع وقت كبسو عندي قولي لكم انا انسان حنون مربي الجنين عندي قولي لها وسميتها كبسو يما يس يما ما عندو العرف لا اله الا الله محمد رسول الله الله يرحمه الله معليش يما بعد ولاش نشرو ولاش نشرو قلق الله يرحم ما يتطلي من البلاد قالت لنا عندنا جنازه المسكين الله يرحمه بحمان نسيت باللي انا شاويه
وفهمك قبيلات ماشي كيف كيف الجنازه بالقبال وشويه ماشي على اخبار اليوم يا زوجتي البوبولا اللي تفهم كان لغه انها كبسوله. بس الخير عليكم ومعكم كبسوله الفسبور راو راو يتلاقى مع اعضاء الجمعيه العامه ويقدم لهم حصيله الماليه ل 2014. بصح تهمي وحناشي ما حبوش يجوا. جوستومون اكزاكتومون كيما قالت زوجتي راهم المعارضين بزاف داخل لافاف راهم نظروا كاع الوسبول راهو خلوا له اورفيزان سير راهو عند المعارضه شوفوا مع المعارضين فيتام ديروا في بالنا مليح باللي انا برك اللي يقدر يصرف الدراهم نتاع السبور اللي راه معايا يرفد يديه مليح وكاينه حاجه راحين نديروا تكريم لسبورتيف كبير في الجزائر اللي هو الجنرال مقداد اللي راه معايا يرفد يديه مليح وزيد نقولكم باللي هذا البرنامج داخل في برنامج فخامته يعني برنامج السيد رئيس الجمهورية اللي راه معايا يوقف واللي مش معايا يبقى قاعد. تماكش معانا لا يا شيخ لكن اسمح اسم رئيس الجمهورية ما نقدرش نوقف يجيني روماتيزم مليح غير سي با لابان تاعي روحك غير سي با لابان قلت لك لا 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 فوالا اكزاكتومون السمانه اللي فاتت كي جبت لها الشاب يزيد شبعنا رخصه لا على جالك يا ولدي السمانه اللي فاتت انا خاطي شاب وزيد هو اللي حابس هو اللي كشف روحه بصح هذه الجايه بربي ان شاء الله عليا غير ما تعيش روحك غير ما كلم يا جماعه السيد راهو حبس فهمت راهو حبس وقالها لهم وراهي كاينه في الانترنت وكاينه في الفيسبوك بارطاجيوها قال لك بلي السيد خلاص قالوها في البي بي سي وفي القناة الأمازيغية قالوها في القناة قالوها بالقبالية وفهمتها فهمتها أنا نتكلموا من الأمازيغية القبالية قالوها بصح أنا تلاقيت معاه في جميلة قال لي هدرت معايا قال لي نورمال نجيكم من السطح قال لي أنا حبست بصح نقدر نجيكم من الصباح صحيح قصروا شوية مليحة نديروا بها البوز هذه مليحة معيط له بعدك تبهدلنا مهني فرصة الأخيرة لك ما تهدرش معيط له اهلا بكم اعزائي المشاهدين معكم دائما ابو عبيد انا ماشي فياز انا نخدم انا في السبيطار انا ريسكي توجيت قسما بالله على اساس ما خلوش ندخل علاش داروا لي بصح نجي راهم دعوه مخيانه يا سيدي ربينا خدام ماشي كباب عليطو فياز هم طالين فيهم ويو نخيتك وي خويا طالين فيك راك مقيد راقد بصح دو خونا بريحه الدوهله وكريزير وقعد نلقاها وش بيك خويا وش بيك تسعل ها واش ما خصك خصني نجي خلاص ما نجيب لك شويه دواء شويه سيروم ولا هات نقلبك هات شوف ظهري هذا مقيوم لا كمليح السلام عليكم كمليح سافا طلاب المواطنين قول له مليح راك مليح ودي فكر خويا نعم تري بيان طلاب المواطنين عايشك السلام عليكم صحيت صباح الحمد لله هذا مي كان والي ما عطانا سكنا في وهران خويا هيا نوض اي هاكي تصفي فيا هيا نوض خلاص على بالك اليوم ما نفتحوش فتحنا على جل الوزير برك هيا سهل بويا خي بويا خي هذا ضربه ترا باين الفرملي يجري ليا تخلي مسمار ايوا تخلي مسمار اليوم اسمع السبت احنا ما نخدموش فتحنا غير على جل باش يفوت الوزير فات الوزير خلاص روح تروح نحلي المسمار اختي عليه يعني عليه اي قلع يدك هيا نوض انت كيفاش نقلع لك المسمار نورمالمون المسمار ما يدخلكش بالسبت على خاطر احنا ما نخدموش بالسبت صح السبت ما تخدموش بويا خويا انتيا حبس لو كان جيت المسمار قول ادخل نهار السبت عشيه باش يبان فيك وجي داوي هاد البوفه هذه عطاك الصحه هاك تفهم ها والسيد ميت انتيليجون يعرفوا كتا يموت على بالو السبت ما نخدموش ها وعطيها حتى للحد هذا ميت ايه يا ربي انا ولا ماكسلت ربي ميت هذا ورانا في الجنه اي لحور العين ما انا نروح للنار خير كيمينا شوفي راه طول جاو ولا ما جاش انت موقفتني من الصباح عساس سيده ومش وجايك ظهرت لي مادلي مين نعول عليك تخيبني يا سيدي قسما بالله قال لك تاب سيدي ها يا سيدي من ريسورس اوفيسيال وين السورس منين جبت هذه اوفيسيال هذه السورس ريسورس اوفيسيال في الانترنت قال لك سيدي تاب وخلاص
خليونا هذاك يتوب هذاك جورج مايكل يتوبي ولي صلي بالغاشي هذاك ما يتوبش. جماعة أو جا وطلع في الدروس قلت لكم يجي عنده الكلمة وتاب صح هاي هذي قلوا روحكم. أمس الخير عليكم أعزائي المشاهدين، دائما حد القلمية والأخبار الثقافية. اليوم راحين نتأكدوا إلا كاينة منها ولا ما كانش منها، الخطر الهضرة راهي تدور باللي تاب واعتزل وحبس الغناء ودورها غير أناشيد. نستقبلوا مع بعض الفنان. استنى استنى حد ذوق كيف تقدميه، المنشد ولا المغني ولا كيفاش؟ والله عندك الحق. عندي له الحاج. نستقبلوا مع بعض الحاج. استنى يا جماعه ما تصفقوش بالك يحشم ولا مسكين تا ما تصفقوش اي صح 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 هذا الجنه الغزاله معايا مغبي هذا الجنه يا صح والله غير صح تابع على بالك شوف يغني على الجنه عندك الحق ولا تبارطوا فيه قلت لكم تا الغزاله معايا مغبي لا 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 في ذهب الجنة دا 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 إن شاء الله الله هذا يتوب مازال فارح تلوش كراك خبطني يا حلب ما فهمش هذا شيء قال زوبي بحليكم ماضلي بالك عنده الحق شو مش يضحك ويفرفط كيما صح مرحبا بك خالد مرحبا بك الله يحفظك ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك الله يحفظكم راكم منورين ما شاء الله صح عندك الحق ماضلي عليه هو يهضر غير بكلام ربي ربي سبحان الله ربي يبارك يا شيخ ربي خالد حبيت نفهم برك يعني بعد ما كل على بالنا يعني وش من نوع يعني هاد الغناء اللي راح تغنيه دروك في قلبي غنيكم صلوا على النبي اي صلوا على النبي اصحابو عشرة محمد المنور زين البشرة صلوا على النبي اصحابو عشرة تصفقوش يا جماعة تصفقوش تحشمونا جماعة الأمبيونس راهي ميتة هنا على بالكم مانيش فاهم مانيش عارف بلي هذا هو السطح تاعكم حشمنا حشمنا احنا انا قادر فيك حشمنا منك حشمنا منك خالد واحترمناك أعزائي المشاهدين كيما راك تشوفوا خالد حبس الغناء واعتزل وتاب فهمني شو قالت قالت تاب كوبيلا دير ويانا انتم خالد قالها لهم في 70 كل شيء بالمكتوب محل انتم اسمع هذه خلاص بركه ما تعوج علينا شابه تعوج شابه اسمع ما كاش منها شيخ هذه توبت احنا سمعنا هضره شكون هذا تلقى شكون تلقى شكون هذا الحمار اللي يسكن في النافذه ويطلق انا واجني انا قالوا لي قلت انا خاطيني تبهدلت انا اسكت انت اسكت جماعه راكم على بالي منكم شاكين تقولوا خالد تاب وقع منا لكم شاكا بو فاختي ولا غني لك دربك هيا خالد غنينا هيا غنيكم هيا هاكم يديروا لوبيوس شابه ديري لوبيوس هيا ربا 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 يا بويا شوطنك عليا ولا تبغيتي ربا 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 لا 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 ربي يخليك لعيشك ربي يخليك خلاص خلاص ربا كما تتعوج علينا بركة كومي لا ديروي جماعة شو على الطريقة الاستهزائية مامي جايبين لي واحد طلع سروته قلبه هاي صاحبي ماني مقادرك من كبير يعني أهلي بعامينا يا مامي وش جابك علاش جيت صاحبي عيطي مايكل جاكسون تاعكم هذا تعيط له أنا قلت له بلي خالد بالك ما يجيش كتاب درت هذا ريزيرفوار ريزيرف برك ما تخلط حد اسمع جاتني فكرة عباك هما جامي تلاقوا في السطح مامي وخالد قول لهم كاش حاجة قول لهم كي جامي تلاقاو واش رايك خالد ومامي نديروا واحد العفسة ديري اختي ديري امس الخير عليكم اعزائي المشاهدين لاول مرة فوق السطح نتاعنا راح تكون مواجهة تاريخية شرسة فنية بين الشاب مامي والشاب خالد المواجهة انا ما نسمعش بيك صاحبي تحية مجيد حاج ابراهيم
قولي حاجه مامي تريكو بونغا تاع لك 1 2 ديباري خلي الاديان يقولوا حتى يا هضر ويملوا بعدهم ما يديروا غير يلبسوا تريكو تفوا صاحبي ريتي في الموريتي لا فوت فيا بابا بابا كنت حاسبكني لا فوت فيا مامي كنت حاسبك انا لا فوت فيا بابا كنت حاسبكني لا فوت فيا كنت حاسبك انا غادي نعطيك هادي تروح عندي جيدات شي تريكو بو الغيراسك ناتو واش يان تحالو اللي نكراتو دار فيه هادي عايات الغيراسك ناتو واش يان حوالو اللي نكراتو دار فيه هادي عايات جبتها خالي جبتها ساي 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 هاك هادي انتي ضري وانتي دواء شعرك يلي قلبي عليك انك واه وجهك لو كان نعيش ما في دفا تريكو بو تاعك جامي جنوغي مار دو توا جامي نهضر معاك انت ايه لك بيت غني قل حتى تريكو راه فيه شوربه يا صاحبي مازال تسكر كي تريكو تبو انا نقول لك حاجه انا نقول لك حاجه اسكت علينا تسكت يا مامي يا خالد اسمع امين بدو دراهم تاع لوندا هذوك لوندا مين بدو دراهم روحوا انتوا بروحوا انا خويا مامي واه اش عندك بغنيه 300 غنيه انا عندي 400 وحده مع فيلا نديك مع زب بزاف صافا روح عند بتركي واه هيا خلع هيا صايب صافا هيا صافا دركا تهلا في روحكم يعطيكم الصحه الاسبوع الجاي ان شاء الله ربي يرحم البتيه اللي راهي ساطره البلاد 1 2 3 بارتي اخي قلت لي ليا بوي خاي شواني تاع بوكو حرام فراس فراس قصيدة هذه خويا حلال حلال صح انت الشيخ وانت الشيخ واش راك بالموضوع سمسين ديروا في بالنا مليح الله بلي جماعة شو هي الطريقة الاستهزائية هذه مامي نديرو في بالنا مليح خويا حمدوش نديرو في بالنا مليح بوي خويا ركلي اللي معارضني والله معايا والله خلي برك راحتي والله راحتي خويا واه هيا نوض هاي هاكي تصبي فيا صلحت شويتني اي ما